مرحبا وتحية من القلب لكل المشاهدين. يوم جديد وأطلال جديدة ودائما ولا أطيب معكم، وأكيد ضيفتنا اليوم اختصاصية التغذية دانيا الحلوة. فوال أهلا وسهلا فيك. من طرابلس لبيروت 80 كيلومتر، أكيد ساعتين على الطريق تتجي لعنا. ثلاث ساعات اليوم حقك علينا، وأكيد نحن نغديك عنا خلص هذا لأنه كيف عندك حاجة تسير. واهلا وسهلا فيك. ثانك يو شيف. اللي اشتقنا لك، صرنا زمان ما شفناك. وانا كمان اشتقت لكم. اليوم رح يكون عندنا موضوع كثير حلو. عن شو؟ عن العضل. ما نحكي عن العضلات. عن العضلات. ايه بلا عضلات ما فينا نعيش يعني مثل ما بقولوا. لا اكيد. اهلا وسهلا فيك. ميرسي شيف. وكمان بكل تحيه لاهل طرابلس كلها كمان. رح نشوف المكونات الطبق الاول ونعود معكم. مكونات معكرونه مع السمك بصلصه البروفنسال، ربع باكي معكرونه، فيلي سمك عدد 2، حصتون عدد 2، ربع بيئة كزبرة، بندورة حمراء عدد 2، ربع كوب زيت زيتون، حامض للزينة، قبار عدد 6، إكليل الجبل للزينة، ملح حسب رغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن مشاهدينا اليوم اكيد طبق البروفنسال طبق كمان كثير شهير. دائما نحن معودين دانيا ناكل المعكرونه بندوره بولونيز او مع الكريمه. اليوم رح تكون بصلصه البروفنسال، يعني توم كزبره بندوره، ممكن حتى لها شامبينيو اذا بنحب كمان. بس نحن ضفنا اليوم القبار، قبار اللي هو الكبر، الحب الصغير بيعطي هالطعم الطيبه. واكيد نحن جبنا السمك هون، فينا نعملهم بالمقلي شوي نحمرهم هيك بواسطه زيت زيتون تعطيها طعمه، واكيد رح نطبخها. وانت كمان رح تفيدينا، هل هالطبق جيد للعضل ام لا؟ لا اكيد جيد، بما انه في سمك يعني اكيد جيد. خايف هلا بدي اقول اول شيء انه العضل بالجسم نحن لحتى نحافظ عليه يكون قوي. اوكي. لازم يكون ممارسه الرياضه بطريقه منتظمه ونظام غذائي متوازن. هلا بتعرف نحن جسمنا في بقلبه تقريبا ميات من العضل. مزبوط. باحجام مختلفه، هي بتخلينا نمشي نركض نتحرك. صح. نرفع شيء، حتى كمان بتخلينا نوقف بطريقه مزبوط. عمودية. صح. والعضل انه هو انسجه لونها حمراء. نعم. وفيها مخزون دم كثير قوي. اوكي. بنفس الوقت بتتحمل اي نوع ستريس، يعني اذا بنعتبر الرياضه هي نوع من الستريس اللي بيجي على العضل. أوكي. بتتحمل اي درجه يعني. هلا مشان النظام الغذائي المتوازن اللي احنا بنعمله لحتى نقوي العضلات. أوكي. لازم يكون غني اكيد اول شيء البروتين، النشويات، الدهون الصحية، المي، الأملاح والفيتامين. أوكي. ولازم على طول الأكل يكون يعني كامل، مثلاً يعني الحبوب، الفواكه والخضرة. نعم. بالإضافة إلى الأطعمة أكيد الثانية، الحليب واللبن واللحمة ما يكون مصنع. وفي شغلة كمان إنه العضل مؤلف من 70% منه مي، يعني لازم كل يوم نشرب مينيموم 6 ل 8 كبايات مي لحتى يضل جسمنا رطب. يعني كثير مهم ان احنا بس نشرب مي، لازم نشرب مي كثير مهم. ايه كثير مهم طبعا. اوكي. اكيد. هلا بدي اقول كمان انه بالنسبه لانواع الرياضه. نعم. لازم على طول لحتى نعمل رياضه منتظمه. أوكي. يكون بروجرام صارم، يعني يكون في بقلبه ثلاث انواع من النظام الرياضه. يعني اول شيء يكون الايروبيك اللي هو المشي الركض السباحه. بالتزامن مع الستريتشنج اللي هو بيعطي شكل جيد. حلو. وقوي للعضل. وثالث شيء كمان مع الستريتشنج والايروبيك اللي هو تقويه العضل عن طريق رفع الاوزان. اوكي. هول ثلاث انواع الرياضه. وهلا حاحكي عن نظام الغذائي المتوازن. اللي بيجي باراليل معه لحتى نقوي العضلات، هن كافيين يعطونا شكل صحي. أوكي. وعضلات قويه. كثير مهم. هون نحن دانيا مثل ما شفتي الباستا نحن ربع تقريبا ربع مع باكيه، يعني تقريبا هي الباكيه بتطعمي اربع اشخاص. نحن اعطينا اكثر شوي ما بيأثر هون. اعطينا الكزبره والبندوره والثوم اللي عم نفرمه هلا لنعمله بزيت الزيتون. لاحظت انه هون نحن زيت الزيتون ما حميناه كثير.
هون حتى دائما ما تحترق الآلية ودائما يكون صحي أكثر ويكون صحي أكثر شايف. طبعا وهون الثوم عم نفرمه فرما ناعما يعني صار في عندنا ثوم وبندورة وكزبرة كزبرة الخضرة الطازجة دائما تكون مغسلة كثير منيح هون لاحظنا كيف عم ننمع أو ننعي الثوم لكن هون الثوم صار عندنا هالمواد العطرية الطيبة وطبعا السمك هون بدي ملح وبدي بهير اليوم أطباق عديدة من السمك هنا بتنولها بطريقة مختلفة لاحظنا هون كثير مهم دانيا وقتا نحن ممكن نحن عم نعمل سمك نضيف الملح والفلفل أنا هون أضيف كمان شوية طحين الملح والفلفل قبل الشويشة قبل الشويشة أفضل هيك ناخذ الطعمة مضبوطة أنا أضيف شوية طحين كمان هون حتى لأنه هذا الفيلي السمك حساسي شوي فقبل ما دبله شوي على النار رح أحط له شوية طحين تضلوا متماسك مع بعضه حتى ما نلاقي صعوبة نحس إن السمك تكسرت ومنظرها ما حلو فطبعا الطحين بيساعدنا على تماسك الفيلي السمك بهالطريقة لاحظنا كيف شو بتكفينا على عضلات دانيا؟ هلا بدي احكي كمان انه عادة في اطعمة معينة بدنا نركز عليها اذا بدنا نعمل عضل صحي وقوي نعم يعني اول شيء بالنسبة للحوم في لحم البقر اوكي وفي الحليب اوكي لبن والجبنة البيضاء اكيد ما الصفراء البيضة يعني البلدي يا مال الحيوان البلدي الريكوتا مثلا الفيتا الحلوم الجبنة البيضاء اجمالا اوكي وفي كمان الشمندر السبانغ الاخضر القمح حلو بدنا نركز كمان على الكينوا اوكي وبالنسبه للفواكه في ثلاث انواع فواكه كثير مهم لتقويه العضل خاصه قبل ممارسه الرياضه هي البطيخ الاصفر ما بقلبه شمال كثير يعني. ايه والتفاح والليمون هول من الثلاث انواع الفواكه اللي بيساعدونا على تقويه العضل قبل حلو. ما نعمل الرياضه حلو كثير هلا اجمالا كمان بدي اقول شغله انه نحن اذا بدنا نعمل نظام رياضه صارم اوكي بده يكون على طول باراليل مع نظام غذائي اوكي اوكي بس نظام الغذائي كمان بدنا نحسب الوحدات الحراريه يعني ما فينا ناكل اي كميه يعني اذا اكلنا كميه كبيره مع الرياضه ممكن يزيد وزننا نعم واذا كميه قليله بنخسر الوزن يعني حسب شو الهدف هلا اذا كنا بدنا نحافظ على وزننا ونقوي العضلات اوكي فينا نحسب انه ناخذ وزن الشخص اوكي اعتبر بالباوند لانه هو كل واحد باوند بتعرف 0.45 كيلو مظبوط مثلا بتاخذ 1 باوند بتضربها ب 13 ل 15 كالوري بالنهار بتعرف كميه الوحدات الحراريه اللي لازم تاكلها بالاضافه مع نظام الرياضه الصارم نظام الرياضه يعني اعتبر ست وزنها 60 كيلو إذا بتعمل هاي العملية الحسابية بتطلع لازم تاكل 1800 كالوري بالنهار لحتى تقوي عضلاتها وتاكل بطريقة صحية. هلا بس تحسب ال 1800 كالوري بالنهار أهم شيء ناكل 6 ل7 وجبات صغار بنقسمهم خلال النهار. بس مش كثير 1800 ل6 مثلا بتكون؟ لا إذا على شرط تكون عم تقوي عضلاتها بس وزنها صحي. يعني ال 1800 مع نظام انا قصدي نظام رياضه صارم يعني ساعتين بالنهار طيب الانسان الطبيعي قديش لازم ياخذ كم كالوري بالنهار؟ الانسان الطبيعي اذا كان عم بخفف وزن ولا يزيد وزن عادي بده يحافظ على وزنه مثلا 1500 المعدل 1400 بس مع نظام رياضه يكون قاسي يعني بمعدل مثل ما قلت لك هول ثلاث انواع الرياضات اذا دمجناهم مع بعض اوكي شي 4 مرات بالاسبوع هذا يعتبر نظام رياضه قاسي يعني عم تعمل ساعتين كل مرة يعني بالأسبوع شي 8 ساعات حلو هيدا أكيد بدك بالنهار تاكل شي 1800 كالوري حلو كثير إيه. هون هلا كيف بدنا نقسم نعم. الوجبات؟ اوكي اوكي يعني أول شي صبح بدنا ناخذ ترويقة صغيرة بنحاول ندمج الجبنة البيضاء أنا هعطيك مثل هلا نعم. مثل النهار بنحط جبنة بيضاء مع البطيخ الأصفر شي نص بطيخة صغيرة هي أول وجبة الصبح بنرتاح شي نص ساعة إيه بنرتاح شي نص ساعة لشي ساعة بناخذ الترويقة الثانية هون بندخل النشويات قبل ما نعمل الرياضة كخبز لأنه النشويات حنحرقهم بناخذ كوب مثلا شوفان مطبوخ رقائق الذرة منيح؟ ايه والأحسن كمان الشوفان القم أو قمح الكامل نعم بيكون كثير منيح اوكي كوب شوفان مع الأومليت بنعمل أومليت بيض كثير كمان صحي بقوي العضل ما عم نحط مثلا تشيز جبنة معه أو تو سلايسز هام
مع الكوب الشوفان هي وجبه كثير منيحه كثير متوازنه فيها كل العناصر الغذائيه، بعدين بيروح بيعمل ساعه ساعه ونص سبور وهو مرتاح. الموز غني بالبوتاسيوم والمنغنيز كثير منيح كمان للعضلات. كمان الموز كثير منيح بس الموز لانه كمان بقلبه سكر هو الافضل انه اللي احسن للعضل هو الليمون التفاح البطيخ الاصفر. هلا بعدين كمان في سناك صغيره بناخذها بعد الرياضه لحتى نحافظ دغري على العضل اللي نحن قويناه بالرياضه اللي هي فينا ناخذ مثلا لبن خالي الدسم ما ضروري يكون دسم بنحط معه البلو بيريز الفواكه كثير المفيده اللي بتعطينا الفيتامينات حلو كثير لحتى يجي وقت الغداء اللي هي بتكون الوجبه رقم 4 كثير مهم شايف انه نركز على البروتيين بالوجبات الاساسيه يعني مثلا فينا نعمل همبرجر نجيب الخبزه تكون سمره قمح كامل مع اللحمه تكون كثير هبره ما نحط الدهن على طول في الروكا مع السبانخ هن من الخضره الخضره يلي احسن ما ناخذ خضره ثانيه يلي بيشان تقويه العضل هون لاحظنا طبعا هالباستا وطبق هالطبق السمك اللي غشيت او فينا ناكل هذا السمك على الغداء هون اكزاكتلي 100% حطينا شويه طحين تحت لانه في كثير مشاكل عم بيعانوا منها المشاهدين بيقولوا بس نعمل فيليه سمك بفرفيط فنحن حطينا شويه طحين عشان هيك حطينا تضلها متماسكه الحبه وبلحنا وبهارنا وعملناها بزيت الزيتون تنحسن طعمها طيبه المعكرونه سلقناها حطينا نحن زيت زيتون بندوره كزبره ضفنا الكابر حب القبر او القبار رح ضيف كمان شوي على الوجه اللي بيعطي كمان طعم كثير الكزبره مع السمك كثير بتعطي وخاصة اليوم مع خلطه شو اسمه البروفنسال بس فينا نضيف لها كمان فطر اذا حدا بحب فطر بس نحن حطينا مثل ما قلنا حطينا كعب حطينا نحن بندوره حطينا كزبره حطينا طبعا ثوم مع زيت الزيتون هون كمان هالاكليل الجبل اللي بيعطي كمان مع السمك طعم ومذاق رائع جدا هون كمان من بما انه الطبق اليوم من السمك السمك كثير برحله سلايس الحامض كثير الحامض نحن بناكلها هيك سندوتش الحامضه مع خاصه مع الباستا اللي معموله بشهيه ف بتطلع طعمتها كثير طيبه يعني الطبق ما بده وقت كثير مثل ما شفتي دانيا ومغذي للعضلات ومقوي هو اهم شيء ما بده وقت كثير لانه اجمالا صاير الوقت ضيق للستات اللي بدهم يحضروا الغداء لا 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 نحن كلها يعني نحن هلا عم نشتغل قد ما فينا دانيا انه يكون عندنا هيك مسانده للستات حتى يستفيدوا من الوقت هلا ويعملوا شيء طيب بشكل طريقه سهل وسهل على عيد الام ايه طبعا 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 عظيم هون نحن لكن هو نحن ضفنا هيدا هالاضافات الاكليل الجبل اللي بتعطيها طعم ومذاق رائع وكمان اليوم بما انه كمان عم نحتفل بمناسبه خاصه ومناسبه عيد الام وانت ام كمان لكم ولد دانيا؟ ثلاث اولاد شو اساميهم؟ فرح احمد زياد الله يخلي لك اياهم ميرسي نحن بوقتنا بما انه اليوم قد ما شانسك حلو وثقه بالدنيا يا ميرسي نحن طبعا قصرنا نجيب لك هالبوكيه الحلوه ان شاء الله ينعاد عليكي وعن على كل امنية العالم كمان كمان اولادك ومرتك والعائله كلياتها والعائله كلها اكيد اكيد كثير ثانك يو ان شاء الله بينعاد عليكم يا رب ودنيا انبسطنا فيك اليوم بهالحلقه وانا كثير انبسطت كمان وكمان معزوم على الغداء كمان في عندك غداء غير شكل كمان نصيحة أخيرة دانيا قبل ما ننهي إيه آخر شيء بس بدي أقول كمان شغلة عن العضل كثير مهمة إنه نحن جسمنا لازم يكون مؤلف من 70-80% من الكتلة العضلية حلو. يعني إذا 80% عملنا تيست وطلع معنا 80% بيكون نحن كثير رشيقين حلو 70% بيكون مقبول هلا مشان هيك على طول هدفنا إنه نقوي الكتلة العضلية نعليها ونخفف الكتلة الدهنية لحتى إذا يوم من الأيام الواحد أكل زيادة يضل في مجال يخسر وزنه بسرعة عظيم أوكي شكرا دانيا وينعاد عليكي ميرسي شيف كلكم وبهالنهار العيد الحلو إن شاء الله على وقتك يا رب كل أمات وهيك العالم نوجه تحية لكل أمات العالم أكيد رح نروح لفاصل وشكرا لك دانيا رح نروح لفاصل مشاهدينا أكيد طبق الباستا اليوم مع السمك كان بطعم مميز جدا رح نروح لفاصل ونعود معكم بعد قليل وعودة من بعد الفاصل وضيفنا اليوم كمان الشيف فيكتور ابراهيم اهلا وسهلا فيك شيف فيكتور بما انه بكره بدايه فصل الربيع وعيد الام كمان بدنا نتوجه بمعايده لوالدتك ان شاء الله بينعاد عليها ل الفارس نهى مدام نهى كمان بدي عيد ولادتي ونعيد كل الاميات العالم ولانه فعلا ببدايه فصل الربيع هو اجمل فصل من الزهور والمحبه والحنان هو قلب الام دائما ببدايه هالشهر الفضيل بدايه هالموسم الفضيل شيف فيكتور نحن اليوم رح يكون في عنا قالب من الحلوه يعني نقدمه لعيد الام مع انه شو ما قدمنا لنا هو قليل يعني قليل. اليوم قد ما نعمل للام ما بنكفيها فرح نعمل هيك جنواز
ونزينه ونقدمه بهالمناسبه الحلوه. هو اليوم طريقه التزيين هي اكثر من انه طبعا نحن جنواز نحن نمشي فينا حتى كريم شانتيه والقصص كلها عظيم. نحن لكن خلينا نشوف المكونات وهنعوض معك. مكونات كيك عيد الام، مكونات العجينه بيض عدد 10، 250 جرام سكر، 300 جرام طحين، فانيليا رشة، لتر كريم نباتي، ورد للزينة، ونصف كيلو عجينة الفوندون الجاهزة. شاف دكتور طبعا نحن فينا نحط كريم شانتيه، كريم اوبور، عده انواع الكريمات، جنواز اللي متبع دائما نحن بنحن عجينه الجنواز أكيد. بس عجينه الفوندون بدنا نفسر شوي انه هيدي نحن بنجيبها خالصه. نحن بنجيبها خالصه، هي ديكو فوندون اللي دائما بيلبسوا فيها قوالب العرس، قوالب كل شيء هيك فيه ديكو فوندون، بتكون هي العجينه هي الاساسيه بالديكور. من برا معي من برا بتجي خالصه من برا اكيد، لانه عاملها بدها مكانات خصوصي وفي لها طريقه خاصه، يعني ما في اكيد صعب تنعمل بالبيت، الافضل انه نجيبها خالصه. هلا رح نشتغل فيها، هي حلقتنا اليوم الشغل فيها اكثر ما انه نعمل جنواز، يعني بس لانه في ناس حابه ترجع تشوف عجينه الجنواز طريقتها كيف تعملها رح نعملها. نحن جاهزين لكن العجينه هون موجوده عندنا، نحن الخفيه ما كانت الخفق 10 بيضات رح نحطهم، بيض عدد 10 اوكي، رح نحط السكر فوقهم عظيم، دائما السكر مع الفانيل هون حطينا كمان أكيد. عظيم هون فينا ندورها على السريع من المعروف يلا. دائما مع البيض بنحط رشه فانيل، فينا كمان برش حامض اذا بدنا، فينا نحط برش حامض هون نحن بهالوقت اذا بدك بلش تعجن عجينه رح نشتغل شوي بالعجينه، بس نحن كمان اكيد هيدي الكميه بدنا نحطهم بصينيه قطره 27 سنتي او 30 سنتي عظيم. اوكي هلا بس نحط لهم طحين، طبعا هلا نحن بدنا نبلش لانه انت جهزت قبل وقت كمان قالب جاهز وحطيت له كريم شانتيه بقلبه، فيها تكون كريم شانتيه شوكولا او بيضة، فيها تكون فينا نحط لها اضافات، فينا نحط لها كاسرلوز، فينا نحط فواكه بقلبها، فينا نحط بندق. العجينه اجمالا بنستعملها هو الكورن فلاور نشا البودره اوكي، بتندعك شوي لتاخذ بعضها. مش هيك مشاهدينا وقت بنكون باعراس بنشوف قوالب جاتو كبيره بالثوب الابيض، يعني هاي عجينه كمان بتنجيب جاهزه، حتى في محلات خصوصي ببيعوا عده جاتويات طبعا بتكون بسطوله بكيس نايلون، ونحن فينا نجيب منها للبيت اذا حبيته، بس هي طعمتها بتكون حلوه شوي زياده، ويفضل انه نحن ندهن بالبيت الكريم شانتيه فينا بس ندهن الجاتو يعني الجنواز خالص، بس بتعطي الشكل المالس الناعم، يعني بتعطينا شكل مالس. بدنا نسقع الجاتو بالبراد شي ربع ساعة ونرجع نحط هيدي العجينة فوق، ونحن اوريدي عملنا الكيك وحطينا له الكريمة نعم، حاطينه بالبراد تي سقع. عزمك الشوبر عزيم ها على الشوبر. اجمالا هيدي العجينة على السقعة بتشد شوي، يعني بصير شغل فيها شوي متعب، يعني شوي متعب هون. لكن مثل ما شفنا حطينا نحن النشا، هي كمان افكار كثير حلوه، ما نحط طحين، نشا حتى نرقها هون. طبعا مثل ما شفتوا لانه العجينه شوي قاسيه حسب الطقس عالشوب بترخي شوي نعم. هون لكن نحن عم نعجنها بدها شويه عضلات، والشوبك صغير نحن معودين على الشوبك الكبير هون. هو انت عم تعجقها، انت عم تعجنها شيف فيكتور، مش عم تعجقها، انت عم تعجنها. رح نروح لفقره اسرار المطبخ وانا اعوض معكم. بفقره اسرار المطبخ مشاهدينا اليوم رح نعلمكم كيف بنحافظ على صحون من البقع المستعصيه، واكيد نعطيها لمعيه كثير حلوه. نحن بحاجه لخل ابيض، بنضيف الخل، منشف نظيفة، بهالطريقة وهيك نحصل على صحون نظيفة ملمعة غير شكل. Okay.
فعلا مشاهدينا الخل الابيض هو معقم جدا، بشيل الريحه وبيعطي لمعيه. جربوا للبلاط للرخام لقدام البيت، يعني طبعا حتى للصحون بيطلع ريحه غير شكل، او للكبيت ما بشيل ريحه زنخه ولا شيء. نحن هون اكيد يا شيف دكتور العشر بيضات او نص كيلو بيض او بيض عدد 10 فينا نقول، خفقناهم مع السكر مع الفانيليا وصار عندنا هون الطحين. بدي اعذبك شيف، دائما خلينا ننتبه على شغله، نحن عم نسقط طحينات طريقه الخفق دائما من تحت لفوق مش على المكنه، بالايد حتى تضل محافظه على تدريجيا. هون تدريجيا أيوة. هون لاحظنا كيف الجنواز عم نخلطه. هون اذا بدنا كاكاو نزيد كاكاو، فينا ناقص شوي من الطحين ونزيد الكاكاو. هون طبيعي الباتسري بدها اجمالا بدها تكب لبرا لانه الجر صغير شوي. ايوه عظيم، الباتسري كثير بتوسخ فدائما بدها اخذ اقصى درجات الحيطه. هون نحن كمان جهزنا صينيه، قديش بالفرن؟ 180 كم؟ 180 درجه، حوالي 50 دقيقه تقريبا، حسب دائما بنعتمد على الفرن. حرارة الفرن في منهم أفران بيعطوا حرارة أقوى من غيرهم، بقى بدنا ننتبه له، بس مش أقل من 45 دقيقة. عظيم. يعني حطينا نحن الرينج بتوين 50 دقيقة منيح. عظيم، 50 دقيقة okay. 180 درجة، هلا إذا كان الفرن حامي كثير خفف شوي 170. بنخفف شوي. ما بنفتح الفرن ما بنفتح الفرن قبل مينيموم 30 دقيقة لحتى ما يرجع ينفش ونتفاجأ ليش هبط. ليش بيهبط مرات بيقولوا في كثير؟ من حرارة الفرن. حرارة الفرن إجمالا حرارة الفرن. بيبقى عم يعطي حماوه، بيوقف بمحل معين بتقشط الجنواز. يعني مثلا بيقولوا حطينا الجاتو خفقني مزبوط نفش اوكي، بس شو اشهد كله؟ من حرارة الفرن وما نفتح الفرن يعني على القليله اول 30 دقيقة اوكي؟ صارت الخلطة جاهزة هلا. نسكبها يا شيخ دكتور، ترفعوها على الفرن. احنا اكيد جهزنا الفرن بحرارة 180 واكيد جهزنا الجاتو كمان بالكريم شاطيه، ومن ثم نحن رح نروح لفاصل، وبعد الفاصل رح نزين قالب جاتو كيك الأم. وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا، ومع ضيفنا اليوم الشيف دكتور ابراهيم، وكمان بمناسبة بكرة عيد الأم وبداية فصل الربيع اللي هو أجمل فصل في الدنيا في الدنيا وفي السنة كمان. بالسنة كلها. حلو كثير. لما نزين نحن الكيك، هذا الكيك اللي طبعا رح نصير بالفرن، بس نحن جهزنا واحد ودهناه كريمة كريمة بير كريم شانتيه مثل ما بدكم، والعجينة هذه ديكو فوندون اللي طبعا بتكون موجودة بالمحلات الخاصة، إذا في حال حبيتوا تشتروا اسألوا الباتسريات ببيعوكم شقف صغيرة حتى يطلع لنا قالب أبيض وناسع البياض بمناسبة عيد الأم، وأكيد بتستاهل الأم كل شيء. هون كمان عجينة ديكو فوندون بهالطريقة، بنشوف الشيف دكتور الفنان الشيف دكتور شيف فيسري. نحن عم نشتغل هلا بدون هلا هي كلها فن، لازم لانه ايه بلا كفوف لانه لازم تنعم، لازم ننعم ونحس بالعجينه بنعومتها. عظيم. هون مثل ما شفنا كيف أوكي. طريقه كثير حلوه للمشاهدين تشوفوا طريقه تزيين الجاتو بطريقه سهله وسريعه، واكيد بيطلع لنا خالد اكيد. وعملنا هيدي كمان منا العجينه نفس العجينه. مثل البات امودلي نحن وصغار كنا نلعب فيها كمان، هي ذاتها مطوله شوي اوكي. هلا فينا نختار الوان اكيد شو بحبوا ذوقهم، احمر اخضر اللي هو نحن كنا محضرين شويه ورد تنحطهم هون. ورد ملون اكيد فينا نشتري، حتى فينا نزين بورد طبيعي، فينا نحط ورد طبيعي اكيد هذا ذوق، بس نحن لانه عم نشتغل بالديكو فوندون حبينا نعملهم بالديكو فوندون. عجينه الديكو فوندون هذه اكيد صبغه خاصه اكيد. هون عظيم، حطينا تشكيله ورد لانه بفصل الربيع بفتح الورد. تشكيله الوان حلو كثير، الوان حلو فعلا. ببدايه فصل الربيع بنحس الدنيا كلها في صار في خضار، صار في ظل، صار في زهور. الورد هلا كيف نعملت معك شيف دكتور؟ هلا رح نعمل وردي على الهواء. نعم اوكي. خذ الورد. سوري اوكي. هون لكن هاي العجينه الديك فوندون اجمالا فينا نعمل ورده من 3 اوراق 4 اوراق 5 اوراق مثل ما شايفين بهالطريقه مشاهدينا، بواسطه السباتول بنقصها بنرجع كمان بنلفها بهالطريقه. عظيم. كمان مشاهدينا نحن بالمناسبه الحلوه للي بكره عيد الام حبينا نفاجئ الوالده العزيزه للي لها فضل عزيز كثير على قلبنا وعلى استمراريتنا في هذه الحياه الحلوه، واتصلنا فيها ورح نحكيها مباشر اتصال مباشر.
الو 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 ايه بونجور ماما. اهلا بنا. اول شيء حبينا نفاجئك بهالاتصال، بدي اقول لك ينعاد عليك يوم فات ماما وخليك فوق راسنا، فعلا تعبناك معنا كثير نحن وصغار، وكمان عم تعبك معنا شوي نحن كبار. الله يخليكني يكون، وهذا بهمني. انا بدي اطلب رضاكي بهالنهار الحلو، وتسامحيني على كل اخطاء اذا عملت شيء اخطاء انا وصغير او انا وكبير، ودائما بدي اياكي تعطيني بركتك وتضلك فوق راسنا يا رب. الله يرضى عليك يا ابني ويوفقك، الله يخليك بصحتك. خلينا اياك خلينا اياك خلينا اياك نطول بعمرك يا رب، وضلك فوق راسنا وضلك منيره بحياتنا ان شاء الله. نسمع صوتك وبدعيتنا وعايده ضلك مناره وليس منيره يا امي. خلينا اياك وعقبال كل سنه امي تضلي معنا. ميرسي حبيبي، بوسك كثير بوسك كثير، وبعيدك هلا على رادها اليومين بس تنصابي. يعني ميرسي بوكو. اوكي ميرسي افو، باي باي. عظيم، شكرا للوالده العزيزه، هيك حبينا نفاجئ اليوم باتصال سريع على الهواء. وشاف دكتور الورد، يعني فعلا الورد الحلو اللي كان فعلا كمان هيك شيء رائع جدا. ميرسي ميرسي. اكيد فينا نكتب بون فيت ماما اذا في معنا وقت، محضرين نحن الاشياء تنكتبها. لا ما معنا وقت، خلص ما في مشكله، خلص خلينا هيك، خلينا ناخذ لنا مع بوكي ورد هالشكل بكره. فكمان بدي اوجه بمعايده لمدامتي، لامي اولادي طبعا، ولكل الاميات ولكل من نحبهم، ونقول لهم هابي ماذر داي، بون فيت ماما لكل الاميات فعلا هالعيد الحلو. وكمان بدي اترحم كمان وكمان فريق العمل اللي موجود معنا من عيد امياتهم، ورحمه للاميات المتوفيه ان شاء الله تكون بالسماء، وكمان نفسهم بالسماء. واكيد شكرا لك شيف فيكتور. ميرسي شكرا، طلعت كثير حلو اليوم. ميرسي، حلقتنا كثير حلوه مشاهدينا، على امل كمان تكون حلقه بكره مميزه جدا. بنقول لكم الف صحتين والى اللقاء.